للمزيد من التحليل معنا هنا في استوديو ماري سالم، مدير قسم المؤسسات في ضمان للأوراق المالية. ماري أهلا وسهلا بك. لنبدأ مع إشراق، الجمعية لم توافق على تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، وعم بتقول أنه ممكن تغطية ذلك من الأرباح السنوية. ما رأيك بهذه الخطوة؟ هل هي خطوة في الطريق الصحيح؟ هلا اللي نذكر انه بدهم يخفضوا راس المال كانوا لحتى يحسبوا الخسائر المتراكمه تبعها للشركه، وشي طبيعي انه وقت بنشوف انه عم بيتم هيكليه اعاده هيكله او تحسين بهيكليه الشركه كرمال لحتى نجني ارباح او لحتى تكون الشركه بروفيتبل اكثر، طبيعي انه نشوف هيدي الخطوه من قبل الشير هولدرز تبع الشركه، وخاصه انه اشراق يعني اذا بنجي نطلع على البايب لاين تبعها والبروجكت تبعها اللي موجودين كلهم ذير اون ذا رايت تراك، ما في عندك ولا اي شيء هن متخلفين فيه او انه في اي تاخير فيه. وعلى حسب حكيهم هن كمان انه ما في عندهم ولا اي قروض او دتس تجاه اي جهات اخرى. هلا كمان بالاضافه لهذا الموضوع في عندك انه هن عندهم تم الموافقه على ادراجهم بسوق السعوديه. الادراج بسوق السعوديه طبيعه الحال انه حيستقطب مستثمرين من طبقه اخرى وحيزيد السيوله بالنسبه للسهم او للتداولات على السهم، وهذا كمان بشكل عامل ايجابي اكثر للشركه. موافقه الجمعيه على الادراج صح، بعد ما عرفنا اذا صح السعوديه اذا مزبوط، بس انه هو الطرح بحد ذاته انه انت عم تعمل اكسبانجن معين، فكيف ممكن ان تكون انت عم تعمل تطوير من منحى معين بس بنفس الوقت انه بدك تخفض راس المال لحتى تقلص من الخسائر؟ طبيعي انه بالبرفورمنس تبع الشركه بحد ذاتها ايه قادرين انه هن يقلصوا من الخسائر. ماري، الحادث اللي شفناه والارتفاع التوترات الامنيه في المنطقه شفنا اثاره يوم امس، ليس فقط على سوق دبي اسواق الامارات بل على اسواق المنطقه والاسواق العالميه. اليوم الصوره مختلفه، هل بتشوفي انه استوعبت السوق هذا العامل، اثاره سوف تكون محدوده قصيره الاجل، أم لا ممكن نشوف تداعياته تمتد وخاصة من ناحية التذبذبات القوية اللي ممكن نشوفها بالأسواق؟ لكن احنا اليوم الحركة اللي شدناها أول ما فتح السوق ما كانت كتير إيجابية وما كانت كتير بتطمن، يعني بتحس بعد في قلق عند المستثمرين من منطلق أنه إذا بفوتوا بيتداولوا ولا لا. وإذا نطلع حتى حركة الأسهم بالأسواق، الأسهم يلي هي على ارتفاع أو عم بيكون في عليها حركة هي البلو تشيبس بقلب الأسواق، الأسهم الريادية إن كان من قطاع مصرفي أو حتى عمار أو شركات يلي هي ريادية بقلب السوق، وما في عليها إجمالا يعني بيكون الارتداد الإيجابي لإلها دائما مفعوله أسرع من الأسهم الباقية. يعني طبيعي إنه نشوف العالم بهيدي الفترة إذا شوي عندهم إيجابية تجاه الأمور يلي عم بتصير إنه نشوفها إنه عم بتجمع بالبورتفوليوز تبعها هيدي الأسهم، بس إنه تنجي نقول إنه خلص خلصت هون أنا ما بعتقد إنه هذا الموضوع إنه كان بس ارتداده يلي شفناه امبارح بالأسواق. اليوم ممكن إنه نكون عم نشوف محاولات جني أرباح أو رد شوي من الخسائر يلي تكبدوها المستثمرين امبارح، بس غير ليصير في صورة أوضح شو التوجه الجيوسياسي اللي عم بيروح بالمنطقه رايحه باتجاهه. ما بتخيل انه حنرجع نشوف الاستقرار اللي كنا متاملينه باول السنه للاسواق المحليه حتى الريجنال. طب التقييمات والتحاليل الاساسيه ماذا تقول لنا عن فرص موجوده برايك حاليا باسواق الامارات؟ يعني هل بنلجا للشركات اللي عم بتوزع توزيعات نقديه مرتفعه؟ شو هي طريقه الاستثمار الامثل؟ يعني طبيعه الحال المستثمر بده يفتش على الاسهم يلي هي فيها شويه ثبات وفيها نوع من الطمأنينة بالنسبة لهم. أكيد الشركات اللي بتوزع الأرباح بشكل متكرر ودائما على نفس الوتيره هيدي من الاسهم يلي هي طبيعه الحال بتستقطب المستثمرين، يعني شفنا البنوك اليوم اكثر شيء عندنا البانكينج سيكتور هو يلي كان على ارتفاع وهو يلي كان في عليه حتى الفوليومز، فهذا شيء طبيعي انه احنا نشوفه لانه اجمالا القطاع المصرفي وتحديدا بالامارات فيه ثبات ومش اول مره بنذكرها، يعني دائما بنحكي بهذا الموضوع، فطبيعي انه نشوف المستثمرين عم يتوجهوا على هيدي نوع الاستثمارات يلي هي على المدى البعيد انعكاساتها ايجابيه اكثر من غير اسهم. نظره ما زالت ايجابيه على القطاع المصرفي، علما بس بدي اقول لك يعني بعض الارقام ما بعرف قديش مقلقه تعتبر، انه ارقام البي ام اي عن القطاع الخاص غير النفطي في دوله صح الامارات عم تظهر ادنى نمو في عقد صح. هل ممكن ان نرى اي انعكاسات على جوده محفظه القطاع المصرفي؟ هلا اذا بدنا نطلع على الريبورت كله تبع البي ام اي، صحيح الارقام هي بادنى مستوياتها بالثمان سنين اللي قطعت وانه 50.2، يعني نحن قايمين نطلع نشوف، بس في شغله بالبي ام ايز انه مرات تعكس لك الاكسبانجن بس بشكل شوي كونزرفاتيف اذا بدنا نقول. هلا هو في نمو، في نمو بس ما انه بالنمو وتيرة. اللي كان صح، ما انه بالنمو اللي كان قبل، فكنا احنا بال 2019 كنا شوي طبيعي نشوف في شويه تحفظ
بالاستثمارات وحتى بالاكسبندتشر وكل هيدي التفاصيل، لانه نحن داخلين على سنه 2020 اللي بالنسبه لكثير هي السنه مصيريه او السنه هي اللي حتعمل الانعكاسات، ان كان على الصعيد الاقتصادي على صعيد التوريزم على صعيد الانترتينمنت، كلها هيدي انه محورها هي بالنص الثاني من 2020. فنحن بنشوف انه بعد في بوتنشل انه كل هيدي القصص انها ترجع نشوف فيها ازدهار ونشوف فيها نمو بالفتره اللي جايه، مع انه ناخذ بعين الاعتبار انه الامور يلي هي خارج عن سيطرتنا نحن اذا بدنا نجي نقول كاقتصاديين او انه كمحللين بلاك سوانز كمحللين انه نحطها على جنب، لا بنشوف في ايجابيه بال 2020 وان شاء الله تكمل انه بس تحلحل الامور شوي حوالينا. شكرا لك ماري سالم، مدير قسم المؤسسات في ضمان للاوراق الماليه، شكرا جزيلا لك.